اليوم كنعقدوا هذه الندوة باش نقدموا تقرير حول العنف ضد النساء، يعني قراءة تحليلية في المعطيات اللي رصدناها في الفترة ما بين 2019 و2021، واللي كنديروها في الحقيقة اللي فيدرالية رابطة حقوق النساء هذه 10 سنين، وهي كتقدم هذا التقرير كل عام، وكذلك دابا الآن ولينا كنقدموه بتنسيق مع شبكة نساء متضامنات، اللي هي شبكة مكونة من مجموعة ديال الجمعيات مختلف مناطق المغرب. العنف كما كتعرفوا هو يعني انتهاك لحقوق الإنسان، هو شكل من أشكال تمييز النساء، هو المعرقل الأساسي للتنمية والمساواة بين الجنسين والمناصفة الدستورية، يعني من بين المشاكل اللي خص الدولة تعطيها أهمية في البرامج، سواء الحكومة في البرنامج ديالها الحكومي أو في السياسات العمومية، باش أنه يتم الاجتثاث ديال العنف والتمييز من كل شيء، السياسات والقوانين وحتى من الموروث الثقافي. كما كتعرفوا المهم فيدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة رابطة إنجاد وشبكة نساء متضامنات استقبلوا في هذه الفترة هذه 8012 امرأة ضحية عنف أو ناجية من العنف، وكل يعني من هذا العدد هذا تم التصريح ب 41,000 تقريبا 42,000 حالة عنف، لحقاش كل مرة كتصرح بمجموعة ديال الحالات ديال العنف اللي كتوزع بين العنف النفسي بكل التجليات ديالو، علاقته بالحريات الفردية، العنف الاقتصادي كذلك بالتجليات ديالو، الافعال ديالو، علاقته الى بغينا نقولوا بلاكسي ولا الولوج النسائي للموارد والارث واقتسام الممتلكات، يعني قاعد المشاكل. العنف الجنسي كذلك بالتجليات ديالو حتى هو، وانواع اخرى من العنف. وحنا في فيدرالية رابطة حقوق النساء في هذا التقرير طبعا ومع شبكة نساء متضامنات خرجنا بمجموعة ديال التوصيات، نقدر انا نلخص التوصيات في يعني لا بد الدولة خصها تاخذ يعني تاخذ العنف اجتثاثه يعني بمسؤولية وتعتبره أولوية، وتعتمد المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع في القضاء عليه والقضاء على التمييز، وخص الدولة تحمل المسؤولية ديالها في العناية الواجبة، يعني تعطي أولوية للنساء الناجيات للعنف، يعني من المرة الأولى ملي كتجي حتى الإدماج ديالها يعني في المجتمع، يعني من تكفل المراكز الإيواء من كاع الخدمات، يعني دار ليها شباك واحد حتى نقدروا أننا نخرجوها من ديك الدائرة ديال العنف هي والأطفال ديالها، وأنها تستطيع أنها تندمج في المجتمع.